طبعاً قبل المناعة وقبل كل حاجة الناس كلها متوترة وقلقانة. حالة الأرق والتوتر والعصبية والخوف والهلع اللي احنا نبهنا هنا كتير وقلنا انكم لما بتخافوا أكتر مناعتكم بتضعف. اهدوا إن شاء الله هتعدي، خدوا بس الـ الـ الإجراءات الوقائية وخلاص. فأول نصيحة النهاردة هنتكلم، اتكلمنا عن المعادن اللي بتزود المناعة. احنا هنتكلم عن معدن هام جدا جدا ومصادره الطبيعية طبعا، اللي ممكن برضو مهم للمناعة وفي نفس الوقت مهم لتقليل التوتر والقلق والأرق اللي بيعانوا الناس منه الفترة دي بطريقة كبيرة جدا. الناس عشان الحظر محدش بيجيله نوم، الناس قلقانة قوي. اهتموا يا جماعة بالمغنيسيوم. المغنيسيوم حاجة هامة جدا اليومين دول، مش شرط انك تاخده كمكمل غذائي، خده من الغذاء وهنقول المصادر الغذائية اللي فيه. المغنيسيوم حاجة مهمة جدا اولا لتقوية الجهاز المناعي، زيه زي فيتامين سي وفيتامين دال والزنك اللي احنا نبهنا عنهم في الحلقات اللي فاتت والسيلينيوم، ضيفوا ليهم كمان المغنيسيوم. هيزود التكوين، بيزود تكوين الاجسام المضاده للفيروسات والميكروبات في جسمك، فهام جدا للجهاز المناعي، بيخلي الخلايا اكثر نشاطا في مقاومه الفيروسات والميكروبات اللي بتصيب جسمك. ده مبدئيا. تاني حاجه بقى، المغنيسيوم ليه دور حيوي هام جدا عشان تنام نوم مريح. تنام طبعا، كل ما نمت صح كل ما كان هرمونات التوتر بتقل في جسمك، بتهدى، مناعتك بتزيد، صحتك بتبقى أفضل. احنا بنقول للناس ناموا بدري عشان مناعتكم تبقى بشكل أفضل، تناموا بدري ونوم هادئ ونوم تاخدوا فيه ساعات نومكم كاملة. المغنيسيوم بيساعد على حاجة زي كده. هو احنا ما نقدرش نقول المغنيسيوم علاج للفيروس التاجي، يعني الفيروس كورونا، لا، بس هو بيمنح الجهاز المناعي دفعة قوية جدا عن طريق ان هو بيديك النوم المريح من غير أرق، من غير توتر، بيقلل التوتر عندك. كمان هو بيزود او جسمك المفروض بغير، لو ما بتنامش كويس عدد السيتوكينات بتقل، الحاجة هامة جدا برضو للجهاز المناعي. فالمغنيسيوم بيضمن حاجة زي كده. موجود في ايه بقى يا دكتور؟ المغنيسيوم هو موجود طبعا في رقم واحد في الشوكولاتة الداكنة. الشوكولاتة الداكنة دي كنز خطير جدا، حتى كنا بننصح بيها دايما الطلبة عشان زيادة التركيز. فول الصويا برضو في مغنيسيوم عالي. الموز، الموز موجود الأيام دي. الزبادي، الأسماك الدهنية، كمان اللوز. يعني اللوز ده برضو رهيب جدا على فكرة. اللوز لو حفنة صغيرة من اللوز بتديك 75 ملي جرام مغنيسيوم، يعني كنز مغنيسيوم. اللوز والشوكولاتة الداكنة. الفراولة برضو موجودة الأيام دي، فيها مغنيسيوم كتير جدا على فكرة. برضو المغنيسيوم هو بيقلل هرمونات التوتر اللي هي الأدرينالين، يخليك أهدى. آخر حاجة في المغنيسيوم، ودي حاجة برضو مهمة لازم نشير ليها، المغنيسيوم مهم لصحة الرئة. طبعا الرئة هي دي الصداع بتاعنا اليومين دول، عايزين نحافظ على الرئة. المغنيسيوم بيرتبط تناول المغنيسيوم بالقدر الكافي، الرئة بتبقى أفضل. في فرنسا بيستعملوا دايما المغنيسيوم كمكمل غذائي رقم واحد، مكمل غذائي طبيعي رقم واحد للوقاية من البرد وإنفلونزا وصحة الرئة. فالمغنيسيوم هام جدا لصحة الرئة، غير كمان ان هو مهم كمان بيزيل السموم من القلب. فخليكوا في المغنيسيوم من حتى المصادر الطبيعية، مش شرط تاخدوه كمكمل غذائي. تمام. عظيم.